نايا من الناس الساكنه ديال كاليان سنترال. تم الهدم لنا في سنه 2016 في شهر 3 في يوم عيد المراه. تم الهدم لنا بدون بعشوائيه، بدون سند قانوني كتوصل لك كيريبوا لك. حنايا حنا هاد الناس عندهم وثائق ديالهم كتدل انهم حقهم الاستفاده. اول شرط عندهم عندهم ورقه استفاده. ثاني حاجه كيطالبوا بانهم تسويه وضعيه الاستفاده. الناس عندها كل اللي عندها 16 ولد، كل اللي عندها ولد مجوز في 2008، كل اللي عندها اليتامى وكل اليتامى، كل المطلقات وكل العزاب، كل الامه العازبات. حنا هادشي كامل بغينا نفتحوا حوار مع العامل، مع العامل ديال عين السبع. الا كان شي خطا انه يتصلح، الا كان شي خطا في الكاريان سنترال كيقولوا هما كان شي خطا ولا خلى شي واحد خطا، ما يكونش السبب ان الساكنه كامله تمشي ضحيه. تاج ضحيه خطا واحد يكون من الباشا السابق او الباشا الاسبق. هذا جوج اربعه الباشاوات دابا وبدون حل. ملي كيمشيو لقنوات الحوار، كيمشيو لقنوات الحوار العماله ما كنلقاوش الحوار، كنلقاو القمع. اول حاجه كنلقاو الناس كتقمع. كيمشيو عند رئيس اللجنه، الرئيس اللجنه ملي كيمشيو عنده كيقول لنا انا ما مسؤولش على الكاريان سنترال. بغينا نعرفوا حنايا واش المؤسسه كتخدم المواطن المغربي او كتخدم شي جهات اخرى. الا كانت كتخدم شي جهات اخرى الله اعلم، حنا ما عارفينش. حنا اخويا دقينا جميع الابواب، اي مسؤول كتمشي عندو يا اما كيقول لك الملف مسدود، يا اما كيقول لك ما عندي ما ندير ليكم، يا اما كيقول لك انا ما ريبتش ليكم. حنا جينا هنا جمعنا في الكاريان ديالنا، لان بالينا هذا هو اخر باب هو نرجعوا للكاريان ديالنا ملي تنكروا لينا جميع المسؤولين. صافي دابا هاد المسؤولين باين اللي كان كيهمهم كتهمهم هاد الارض، اما المواطن يمشي العرض الحائط. دابا كيقولوا لينا كيحتجوا لينا بكورونا. حنا كنعرفوا كورونا، حنا دزنا في اكثر من كورونا. ملي كيريبوا لك بالقوه ودون سند قانوني وكيرميوك المجهول وكتبقى تعرف بان راسك واش انت مغربي ولا ماشي مغربي. ملي كتولي معرض للتشرد للضياع، ما عندك حتى شي حق. صافي البراكه اللي كانت حاميه نار حيدت البراكه، صافي تحيدت الجنسيه ديالك، ما بقيتيش مغربي. لان الا كنتي مغربي غتكون عندك حقوق. ملي ما عندكش الحقوق علاش كتسمى مغربي؟ باش غتنفك هاد الهويه. واش الهويه لا كارت هو اللي كيخلص لك الكرا؟ واش هو اللي كيخليك لقمه العيش؟ حنا راه متضررين. هاد الناس كاملين، هاد الناس كلهم ضرورين، كلهم براقيهم، كلهم بالاستفاده ديالهم. حنا في اي منجع كيلتجؤوني في عماله حي محمد عين سبع، حتى واحد ما كيستقبلنا، حتى واحد ما كيهضر معانا. حنا عندنا استفاداتنا، براقينا، بغينا نعرفوا الاستفادات ديالنا فين مشاو. الاستفادات اللي عطانا سيدنا ها هي الورقه ديال الاستفاده، بغينا نعرفوا الاستفادات ديالنا فين مشاو. بغينا نعرفوا ديالنا الاستفادات ديالنا فين مشاو اللي عطانا سيدنا. اي بلاصه مشينا عند سيادتك الباشا قال لك الدوسي مسدود، تجيني الاوكي من الفوق، بغينا نعرفوا الاوكي منين غايجي. اي بلاصه مشينا ليها وهي بلاصه كيسدوا علينا البيبان. هاد الناس كاين الارامير، كاين المطلقات، كاين اللي مشاو خوتها وسكنوا جراو عليها، كاين اللي مشى باها ومرتباها جرات عليها، كل واحد والضرر ديالو. هاد الناس كلهم مضرورين وحنا كنطالبوا بالاستفاده اللي عطانا سيدنا. بغينا نعرفوا الاستفاده ديالنا فين مشات، الاستفاده اللي عطانا سيدنا. هاد الناس شردونا ومحنونا، حنا دابا الصحراء، الصحراء حبه رمل كتسوى حياتنا وحياه ولادنا. نضحيو بالصحراء بحبه رمل وساك مكان ديال السكن ديالنا، نضحيو بسعر السكن ديالنا وحقنا ناخذوا نجيبوا حقنا اللي عطانا سيدنا.